قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد من برنامجكم لطائف المعارف، وحلقة هذا اليوم في هذا المساء المبارك تحمل عنوان الإسراء والمعراج. نحن نعلم ما لنبينا صلى الله عليه وسلم من مقام جليل ومنزلة عظيمة عند ربه. هو صلى الله عليه وسلم أرفع الأنبياء ذكرى وإن كان آخرهم ظهورا صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي الكريم خصه الله بخصائص، أعطاه الله هبات، منحه الله جل وعلا عطايا لم تعطى لأحد قبله عليه الصلاة والسلام، ولن تعطى لأحد من الناس بعده ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. مما أكرم الله به نبيه رحلة الإسراء والمعراج. ورحلة الإسراء والمعراج أنا أدرك جيدا أنك تفقرها وأنها مرت عليك أيها المبارك مرارا، لكن يحسن التنوع في قراءة حادثة الإسراء والمعراج، وأظن أن أخذها عن طريق المقارنة يورث رقة في القلب وزيادة في المعرفة. قبل رحلة الإسراء والمعراج ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، والطائف كما تعلم بلدة مرتفعة عالية عن مكة. كان معه زيد بن حارثة، في حين أن رحلة الإسراء والمعراج بدلا من الطائف وهي مرتفعة عرج به صلى الله عليه وسلم السماوات السبع. وعوضا عن زيد وأنعم بزيد أعطي أو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. أهل مكة عندما عاد عليه الصلاة والسلام صدوه، وأهل الطائف من قبل ردوه، ففتح الله جل وعلا لنبيه أبواب السماوات السبع كلها. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البرق في داج من الظلم صلوات الله وسلامه عليه. هيأه الله جل وعلا فشق صدره وأخرج قلبه وغسل بماء زمزم وملي إيمانا وحكمة، ثم أعيد القلب مكانه ولا يقدر على هذا إلا الله. ثم قدمت له دابة يقال لها البراق، وذهب صلى الله عليه وسلم إلى مسجد الأقصى أسري به. قال الله سبحان الذي، لأن هناك خطب عظيم سيقع، فقدمها الله بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والسورة لا يكون إلا ليلا، فلماذا قال الله كلمة ليلا؟ والظاهر أنه لا حاجة لها، لكن الحاجة العظيمة لها هنا أنها بيّنت لأنها نكرة أن هذا الأمر كله حدث في برهة من الليل. مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. وآخرون من أهل الصناعة البلاغية يقولون ليل، أن تنكير هنا للتعظيم والتهويل، أي ليل وأي ليل؟ ليل التقى فيه محمد صلى الله عليه وسلم بجبرائيل وعرج به السماوات السبع وكلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه. صلى صلى الله عليه وسلم بالنبيين إماما ليقول الله للأنبياء هذا سيدكم وإمامكم، وإن كان مبعثه آخر المبعث وأمته آخر الأمم. صلى صلى الله عليه وسلم بهم إماما، ثم عرج به إلى السماوات السبع ومعه جبريل. استفتح جبريل السماء الدنيا. قال له الخازن من أنت؟ قال أنا جبريل. قال الخازن أو معك أحد؟ قال نعم معي محمد. فقال الخازن أو قد بعث؟ قال نعم. الآن تأمل، يقول العلماء في الاستنباط هنا إن جبريل ومحمد أو محمد عليهما الصلاة والسلام أفضل من الخازن، من خازن السماء الدنيا أفضل من ذلك الملك، لكن الأدب في الاستئذان مهم. فالإنسان له حق في ملكه وسلطانه أن يستأذن عليه وأن يطلب إذنه ولو كان الداخل عليه أفضل منه. فإن جبريل ومحمد عليهما السلام أفضل من ذلك الخازن، لكنهما استأذنا. لقي صلى الله عليه وسلم في السماء رجل، السماء الأولى السماء الدنيا رجل. هذا الرجل عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة،
إذا رأى جهة اليمين ضحك وإذا رأى جهة الشمال بكى، هو لا يعرفه. فقال صلى الله عليه وسلم يسأل جبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلم آدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فإذا ابني الخالة يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فرحب به قائلين: مرحبا بالأخ الصالح والعبد الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى أخاه يوسف، وإذا بيوسف قد أعطي شطر الحسن. عندما نقول شطر الحسن، أي نصف الحسن؟ أي نصف للحسن؟ الله جل وعلا خلق آدم بيده، فلا أحد أبهى منظرا من آدم، لأن الله خلقه بيده. فيوسف عليه الصلاة والسلام على الشطر، على النصف من جمال أبيه آدم، هذا الذي نعتقده على التحقيق والعلم عند الله. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى أخاه إدريس، وكل من يوسف وإدريس رحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم أتى السماء الخامسة فإذا أخاه هارون رحب به كإخوته. ثم أتى السماء السادسة فإذا أخوه موسى فرحب به قائلا: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم لما جاوزه بكى موسى، قيل له: ما يبكيه؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. وقد قالها موسى غبطة، لأن التنافس في الخير محمود، الله يقول في ذلك: فليتنافس المتنافسون. ثم أتى السماء السابعة فوجد رجلا قد أسند ظهره إلى البيت المعمور، قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أحدا أشبه بصاحبكم منه ولا منه بصاحبكم. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. فسلم عليه، لكن إبراهيم ماذا قال؟ قال كما قال آدم: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، لأنه صلى الله عليه وسلم من ذرية إبراهيم، وهو أبو الأنبياء عليهم السلام جميعا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم تجاوز سدرة المنتهى، وقد قال العلماء إن سدرة المنتهى إليها ينتهي ما يصعد من الأرض، ما يعرج من الأرض. جاوزها صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، هناك كلمه ربه وناجاه وقربه وأدناه. في تلك الرحلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، قال الله: ولقد رآه نزلة أخرى. وقد أظهر النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج أدبا جما، ولهذا قال الله: ما زاغ البصر وما طغى، أي أنه صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة لم يلتفت ميمنة ولا ميسرة، تأدبا مع ربه حيث وقامه الله أقيم عليه الصلاة والسلام. فرض الله عليه في ذلك الموضع الجليل والمكان العظيم الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة. في أوبته قابل موسى، كأن الله أراد أن يرحمنا بموسى، وأخبره موسى أنه بلى الناس قبله وأن أمته لا تطيق هذا، فما زال صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى استحيا. فاختصم عنده صلى الله عليه وسلم أمران: حياؤه من ربه وشفقته على أمته. فاختار الحياء مع ربه وقال لأخيه موسى: إنني استحييت من كثرة مراجعة ربي. فإذا بمناد يناد، جاءه مناد: أن أمضيت فريضتي وأنني كتبت لهم أجر 50 صلاة، فهي 5 صلوات في اليوم والليلة بأجر 50 صلاة، رحمة من الله وفضلا علينا وإكراما لنبينا صلى الله عليه وسلم. عاد صلى الله عليه وسلم إلى بيته على مرقده، أصبح خرج إلى الملأ من قريش على غير عادة، تنحى. جاءه أبو جهل عمرو بن هشام كأنه شعر بشيء، قال: يا محمد، هل من خطب؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، أسري بي البارحة إلى المسجد الأقصى. هذا أمر لا تتصوره العقول. فوجدها أبو جهل فرصة للتهكم بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن له ذلك. قال: يا محمد، أرأيت لو جمعت لك قومك أكنت محدثهم بما حدثتني به؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فنادى أبو جهل في أندية قريش يناديهم بأسماء من ينتسبون إليه،
يا بني عبد مناف يا بني كذا. فلما اجتمعوا قال استمعوا إلى أخيكم يقولها طمعا في أن الناس يكذبون. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك صعقوا معنويا، فما بين فاغر فاه واضع عشره على رأسه، أي مشبك بين أصابعه، وهو صلى الله عليه وسلم ثابت يخبرهم بما وقع. فقال بعضهم صف لنا بيت المقدس كبرهان كفصل خطاب كحجة بيننا وبينك. وصلى الله عليه وسلم دخله ليلا ولم يكن مثله من ينظر في البنيان والعمار، وإنما دخل وجلا خائفا يصلي، لكن الله جل وعلا رحمه بأن جبريل قرب له بيت المقدس، فأخذ صلى الله عليه وسلم ينظر إلى المسجد ويصفه لقريش. فقال من ذهب قبل إلى بيت المقدس ويعرف المسجد؟ قالوا أما المسجد فكما وصف، أما المسجد فكما قال. قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لنريه من آياتنا. فأراد الله جل وعلا أن يري نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا من الآيات الدالة على عظمته جل وعلا، والتي تزيد نبينا صلى الله عليه وسلم يقينا بربه حتى يبلغ الرسالة على أكمل وجه وأتم نحو. لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وقال في النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. إلى أن ذكر الله جل وعلا كيف أنه صلى الله عليه وسلم بلغ سدرة المنتهى، وأنه تأدب، وهذا قد مر معنا، ما زاغ البصر وما طغى، فهو صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق مقاما وأكرمهم أدبا. وبعض العلماء هنا يقارن، وإن كان في تلك المقارنة في نفس شيء، ما بين مقام التكليم الذي يعطيه موسى ومقام المعراج الذي يعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن موسى عليه الصلاة والسلام لما أعطي مقام التكليم مقام التكليم طمع في مقام الرؤيا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فقالوا إنه لم يطلب من الله شيء، قالوا هذا معنى ما زاغ البصر وما طغى، فهو أكمل أدبا. وممن نص على هذا من العلماء ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، والذي يعنينا أن الأنبياء عليهم الصلاة جميعا في الذروة من الأدب الجم والخلق العظيم، وليس هذا محل اختلاف بين المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إجماع من الأمة أفضل أولئك النبيين أدبا وأعظمهم تقوى وأجلهم شرفا وأكرمهم مقاما صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا في لقاءات سلفت أن الإسراء والمعراج حدث عظيم استشعره شعراء الإسلام وذكروه كثيرا في شعرهم، وممن قال ومما قالوه في ذلك يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء بهما سموت مطهرين كلاهما روح وريحانية وبهاء. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول الحديث عن الإسراء والمعراج، صلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.